السلام عليكم خاوتي، أزول تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا اكتزاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه ولسنا تابعين لأي طرف. وما ننساوش تحية عاطلة لكل شعوب المغرب العربي الكبير من المغرب إلى تونس إلى ليبيا إلى موريتانيا. حصة اليوم خوتي نتكلم على واحد الفيديو شد انتباهي كثيرا في قناة الهداف، في حصة بالمكشوف يردون بقوة وبقوة على الخط الوردي قوسوز على الناخب الوطني على ما قاله في الندوة الصحفية لما مدح كثيرا صديقه رئيس الفاف السابق زتشي زطيوش، وقال بلي مشروع كذا وكذا. لكن احنا قلنا لكم خوفية اعظم، لكن عجبني كثيرا الفرطاس بوحنيكا اللي نحييك بهذا المنبر، عجبني كي تعجبني نقول لك تعجبني، كي ما تعجبنيش ما تعجبنيش نقول لك ما تعجبنيش عادي. شفتوا جاب الملف تاع التحقيقات تاع الاوديت وقال كلام في الصميم وقال بطريقه غير مباشره الحمله اللي راه يدير فيها فلان وفلان. غادي تسمعوا معنا الفيديو ونسمعوا فيه رحمه ان شاء الله، من بعد تفهموا غايه، وخاصه بان عندكم الباساج تاع بوحدي كان قال لكم تاع الحمله اللي راه يدير فيها صاحبنا خطر وردي، وقال لك صاحبك خاليها بالنظافه تاع واحد كحلين، الخزينه كانت فيها ملايير ومليار مع الزطيوش ولات صفر تحت الصفريات. غادي نسمعوا خاوتي في رحبه واش قالوا، ومن بعد نعاونوا نحلوها مليح ان شاء الله. شوفوا معنا الاعلان عنها في بيان كان واضح منذ اشهر. المفتشية العامة التابعة لوزارة الشباب والرياضة سنة 2022 باشرت لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين، يعني دي زانسبكتور سونترو، يوم الأحد 23 أكتوبر عملية مراقبة وتفتيش معمق لتسيير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، كما ستمس كذلك عملية تفتيش الرابطة التابعة للاتحادية على غير الرابطة المحترفة الأولى، رابطة الوطنية للهواة والرابطة الجهوية، وستشمل عملية التفتيش والمراقبة التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي لهذه الهيئات. انتهى البيان. أين هي نتائج هذه اللجنة التي في أكتوبر؟ لا في أكتوبر بدأت 2022 كملت الخدمة تاعها. أكتوبر كملت أكتوبر يا سي رشيد، أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري ومارس راح يخلص 1 أفريل يوم السبت، 5 أشهر هذه اللجنة ما راحش تكون في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. باش ندير لك يقال بأنه اللجنة قامت بعملها ووضعت، وهذه معلومات مؤكدة، وضعت ما قامت به او الدوسي تاعها والرابور تاعها التقرير وضعته على مستوى وزاره الشباب والرياضه، بما انه فيه وزير جديد نتمنى ان نعلم ويعلم الراي العام الرياضي نتائج هذه ما قامت به هذه اللجنه، لانه فيه حديث على خروقات ماليه كبيره جدا خاصه اثناء الكوفيد كره القدم كانت متوقفه، وقضية أديداس البعض يتحدث على قضية أديداس والأموال التي ضخت للاتحاد الجزائري لكرة القدم آنذاك، أين ذهبت هذه الأموال؟ أين ذهبت اللباس الرياضي لأديداس؟ ونقطة الاستفهام الكبيرة اللي مازال ما فهمتهاش أنا لحد الآن، فيه تصريح لرئيس الاتحادية الجزائرية عبد الوهاب زفيزف الذي أكد أنه الجزائر أو المنتخب الوطني الاتحادية سوف لن تتعامل مستقبلا مع أديداس، لأنه راه منجيبوا لاماتير أو الماتيريال نجيبوها كابا، أنا نجيبوها كابا كأنه بزنسية. قال لك خلاص ما نزيدوش نتعاملوا مع أديداس وعندنا أسماء أخرى ستتعاقد معها الاتحادية. أسابيع بعد ذلك أديداس هي التي تعاقدت مع المنتخب الوطني، نقطة استفهام، رغم أنه كان في تصريح رسمي لسيد زفيزف. دوك اللجنة هذه نتمنى أن تعلن الوزارة الشباب والرياضة عن نتائج هذه اللجنة رشيد وسمير، لأنه الأمر أصبح مخيف. هذه قضية أنه نديروا لجان تحقيق ولجان تدقيق، نروحوا نجيبوا اللجان ونحطوا الملفات توضع في الدرج وتغلق عليها، ولا حبينا نقصوا حاجه نديروا لجنه تحقيق. علاش درنا هذه لجنه التحقيق؟ سي في ديزانومالي، سينو ما نديروش لجنه تحقيق وراهم نتائج تاع لجنه التحقيق. أنا نظن أن أصبح شيء معروف في الجزائر بلي كي نحبوا نسيو بروبليم نديروا له كوميسيون دون تحقيق. والله يا رضوان باش كانوا غاديين ما يديروش كوميسيون دون تحقيق، باش ينسيو يقولوا لك رانا نديروا كوميسيون دون تحقيق، هذيك تقعد عامين ثلاث سنين شاك فوا يقولوا لك اون توكا شاك فوا كون ابيل اون دي مازال 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 مازال. المهم انا مستاء كثيرا من نقص الشفافيه تاع وزاره الشباب والرياضه. ليس هكذا نتعامل مع الاشياء. انت درت كومينيكي قلت بلي يا ان كوميسيون دونكيت، لازم من حق الراي العام الرياضي او العام الجزائري باش يعرف نتائج لي كونكلوزيون، يعرف كاين اللي يعرف واش كاين ما كاينش، ما كاينش نقول لهم يعطيكم الصح. النقص هذا النقص من الشفافيه بالنسبه ليا، وهذا سي سان مونغاج كو مون افي، هذا تواضع،
هذا بور موا سي اون فاصون يدربوا على امور بالك خطيره صاريه في هذا الموضوع على الوزير الجديد ان يعني ينحي هذا الالتباس ويمد لي كونكليزيون هذه تاعها قال انها في الوزاره لازم يمدها واذا كانت فيها شبهات ولا امور خطيره لازم تحل الى العداله ولكن الراي العام من حقه يعرف واش كاين سينو سا ديفيان لا كومبليسيتي يعني ما لازمش ايضا اليوم نفطنوا شويه الراي العام ونفطنوا ايضا الدوله الجزائريه ومسؤولين تاع الدوله الجزائريه اللي وضعوا هذه اللجنه يا جماعه بالك راح يسكتوا الحاله وريو لنا النتائج تاع اللجنه هذه الى الناس غلطت لازم تقولوا لنا شكون يغلط والى هذه اللجنه لقات بلي كل شيء على احسن ما يرام نقول لهم يعطيكم الصحه تبارك الله فيكم اللي كانوا يسيروا بطريقه ممتازه لكن انه الناس تحط لجنه تحقيق باش تبحث وتدقق في المشاكل الماليه لانه كاين يقال دوك باش ما نبقاوش في يقال كاين خروقات ماليه كبيره جدا ماهيش حاجه تاع 100 مليون و 200 مليون ملايير تاع الاموال لم يظهر لها اي اثر على مستوى سواء هو قال لك التدقيق على مستوى الاتحاديه على مستوى الرابطات رابطه المحترفه كامل ماذا بينا نعرفوا النتائج صحيح البيت القصيد خرجت هذا احنا بحثوا على كل حاله على مستوى وزاره الشباب والرياضه سنبحث لانه قيل لنا الكثير حول هذا التقرير سنبحث جيدا للحصول على معلومات واذا وصلنا على المعلومات راح نشرهم في قناه الاهداف يجب على العداله ايضا اذا كانت امور في خروقات ماليه لازم تروح للعداله والناس اللي دارت لازم تروح للعداله لانه هذه مثلا نسمعوا حمله شويه بلي لا لازم كل واحد ياخذ حقه ما لازمش نسوا الناس فيما حدث في السنوات الماضيه على مستوى التسيير اللي سير مليح نقول له يعطيك صحه واللي ما سيرش يجب ان تكون فيه العقاب اذا ما كاش عقاب رانا ماني باسورتي دو لوبرج سالي بن شيخ ما رايك في عدم الاعلان لحد الان على نتائج هذا التحقيق والتدقيق المالي يا اخي تكلمت لك عليه فوق في الميسون اللي فاتت وين قلت لك انا ما نامنش بهذا الشيء راه عندك الحق انا ما نامنش بهذا الشيء لان قبل هذه كانوا دي زوديت تكلمنا عليهم وما داروا والو مده سنوات واللوديت الاولى اللوديت الثانيه صرات في لي كلوب ما كاين والو ولهذا انا ما نامنش خلاص ما راكش متفائل ما نامنش فيني خلاص خلاص وكما ما من ما قعدوا هكذا خليوها هكذا وما كاش واش تحب ندير لك واش دير لي انا كاين حاجه واحده انا واش نعرفها ما نعرفش بزاف ما نعرف شويه برك انا نفهم حاجه كاين القانون يتطبق على الجميع انا ما كاش قانوني يتطبق على الجميع دوك ما نامنش انا يعني سي مندر ما نامنش لا يمكن انا جيت وزير الشباب والرياضه ما يعجبنيش الحال كي نسمع كلام كيما هكذا مزيان ما جيتش وزير شباب الرياضه مزيان قاعد معايا انا سي با بوسيبل ما نقدرش نقولوا ما يكون والو اشاك فوا ما يكون والو ستادير ستادير كوني اون تران نو برون ستادير كوني اون تران نو برون بول دي زامبيسي سي سا اون بونس كو اون بو تو غوبي نو il y a une enquête il y a des conclusions انا شفت une commission d'enquête في فرنسا خرجوا لي conclusions و البريزيدون دو لا فيديراسيون il a bougé ولكن في الجزائر لي جون لي شوز نو بونش نو سولمون لي شوز نو بوج با Mais ceux qui ont commis des délits, j'allais dire des délits, ils ne sont pas inquiétés. Ou c'est un problème grave, c'est le bilan de Rachid. Tu m'as dit plutôt à l'Espagne. Je suis allé à l'Espagne. اللي هنا هذا يحكم في هذا وهذا اللي هنا ما يحكمش حين العجائب صاير ولكن انا ما نامنش خويا مي عليه شفنا في قطاعات اخرى ويا يو دي كوميسيون دونكات وشفنا رؤوس طاحوا صح لماذا القطاعات الاخرى لماذا؟ وفي الرياضه لا انا هذه اللي معاها انا اسكي يعني في الرياضه انا قلت كلمه ما سجلتهاش قلت لك القانون يتبقى على الجميع هنا تطبق القانون على هادو ملاك تتكلموا عليهم في الفوتبول ما كانش ماهوش يتطبق القانون كيما واش يتطبق انا ما نامنش درك تقول لي داروا ويقول داروا انكات كومبيتون ما نشكش في هذه الكومبيتونس على بالي كاين المستوى هادو لي جوج وهادو ما عندهم قيمه وعندهم مستوى كبير وداروا الاخر تاعهم من بعد تحبس انا ما نامنش انا نتعوق حتى نامن كي نسمع كيما اليوم راك تهضر تقول لي وصار أو خرج شيء نامن بصح هكذا ما نزيدش نامن أنا خلاص واضح نتمنى أنه مثل ما حدثت في قطاعات أخرى في هذا البلد نتمنى خاصة أنه السيد رئيس الجمهورية في آخر تصريح له مع وسائل الإعلام كنا شفناه سي علي الصحفي يتكلم معاه قالوا يا سي صحفي لما قنعتكش قول لي إلا ما قنعتك هذا رئيس جمهورية ويتكلم مع صحفي قالوا إلا ما قنعتكش نقنعك خليني نعاود نزيد نكسبليك هذا رئيس الجمهورية ماذا بينا احنا ما احنا ما احنا قنعونا يا أخي أعطيونا نتائج تاع التحقيق الذي قامت به بعتة راحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والموضوع راهو على مستوى وزارة الشباب هو في اتحاديات أخرى نعم مش في اتحادية كرة القدم سمعتوا خاوة اللي يفهم تحت أسطر كل شيء واضح
قال لك كارثه لجنه التحقيق اللي دارت في الوزاره، عندها دارت عندها 4 شهور ولا 5، وشكون حبس التحقيق؟ شكون مطفي الضوء؟ وقال لك الحمله، عجبتني تاع الحمله، عجبتني تاع الحمله، نعاودها لكم تاع الحمله هي اللي عجبتني بزاف بزاف. كاين واحد غادي بالحمله قال لك في هذه جبتها في الجول يا مسيو بوحنيكا، جبتها في الجول الي روتور. قال لك بن الشيخ قال لك انا ما نامنش، هما كلشي راهم يشرلو الخط الوردي بالماضي، هو اللي راه يخنتش في هذا لافير. باسكو كنت تعرفوا يا هايشه احبابنا اللي معنا يفهموها، مساو كنت تعرفوا اديداس يزافر تاع واحد كحلين من وقت الطيواش ويا بالماضي والحياه عندكم ما تسمعوا. كنت تعرفوا تسمعوا قضيه تاع الوكاله اللي يدير مباريات وديه تاع الجزائر راسكم يحبس. وا 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 خروقات ماليه كبيره ملايير ممرين. قال لك سيرتو بوحني، قال لك سيرتو في الكوفيد عندك الحق، وي كلاو دراهم كبار باسكو الطيوش كان تاكل على المقدس يخلي لها موضه زوجه باش كوفر عليها. علاش مش باغيين يجيو الناس اكفاء في الاتحاديه؟ المقدس على واش باغي؟ باسكو الناس اللي غادي تجي تجبد الحسابات القدم نهار لكم جاي جاي كله مبني على باطل فوق. وحني عجبتني في حاجه من شر المقدس، شر عليه نورمال، هذيك عجبتني بزاف بزاف بزاف. سمعوا هذا الشو طرحت البيت القصيد خرجت هذا وحنا نبحثوا على كل حال على مستوى وزاره الشباب والرياضه، سنبحث لانه قيل لنا الكثير حول هذا التقرير، سنبحث وسنبحث جيدا للحصول على معلومات، واذا وصلنا على المعلومات راح نشرهم في قناه الهدف. يجب على العداله ايضا اذا كانت امور في خروج ماليه لازم تروح للعداله، والناس اللي دارت لازم تروح للعداله، لانه هذه مثلا نسمعوا حمله شويه بلي لا لازم كل واحد ياخذ حقه، ما لازمش ننسوا الناس فيما حدث في السنوات الماضيه على مستوى التسيير. اللي سير مليح نقول له يعطيك الصحه، واللي ما سيرش يجب ان تكون فيه العقاب، اذا ما كاش عقاب رانا ماني باسورتي دلوباش. ولا قالها فرطاش نعطيك الصحه، فرطاش فين عجبتني. شوف مين خربت في الجرح هذا نستعرف بك، انا نسيته بس انت فكرتني به. حمله منا يا صاحبها خاليها قال لك زاد شي احسن مشروع في العالم. ها احسن مشروع يعني النهب وتشوف الدراري تشوفهم كي خرفان تسمنوا فيهم يا خا. وقال لك كيفاه زفزاف قال بلي غادي نكمل مع اديداس وتاع كابا، وقال لك من بعد عاوز بزاف طفى الضوء ولا الاديداس. نقطة استفهام جات اوامر مع ولي نعمته اسكو بزاف غير جاريه عند المقدس. اها كما نقول لكم كل شيء راه باين. حماده تاع الوزاره جو بونس با ما قال لك باش قال لك انا ما نامنش، انا ما نامنش التحقيق في الجزائر سي ولا كانت يقول لهم ادخل تضحوا بك، بس عاده نورمال هذه زعما يطردقوها نهار المقدس يتحلبوا له الدواسه غادي يطردقوا نورمال. ولا خاوتي كل شيء واضح في هذا الفيديو، ونشكر مهنيكا اللي خرج هذا الدوس في الدوسي عجبتني بزاف. فرطاس هكا كما هكا تعجبني مش عزيز صحافتكم. تحيه لكم 1 2 3 في بلاجيري.